For president, you think at least one time he'd get up and say, I'm running for president. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh, no, over there, over there. تحبه أم تكرهه؟ لا شك بأن ترامب يعرف كيف يهاجم خصومه في مواقع ضعفهم وبأسلوب شعبي بدلاً من الشكل السياسي المعهود. ولنفس السبب ينجح الرئيس الأمريكي السابق بتصدر الترندات في كل مرة وبشكل عالمي وليس محلي فقط. ففي آخر ظهور له خلال تجمع انتخابي جدد ترامب الهجوم على غريمه مستغلاً كثرة المواقف التي وثقت لحظات ارتباكه، وأيضاً قام بتقليده بشكل أثار موجة ضحك بين الجمهور، كما أيضاً أصبح هذا الفيديو من المقاطع الأكثر تداول عالمياً، لدرجة أن بعض رواد السوشيال ميديا قاموا بإعادة مونتاج هذا الفيديو لتوضيح دقة تقليد ترامب. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh. No, over there, over there. ترامب لم يكتفي بالتقليد، بل هاجم أيضا حملة خصمه الديمقراطي والتي تمثلت في فيديو نشره الرئيس الحالي منذ يومين، مشددا على أن الرئيس المثالي يجب أن يلقى ناخبيه بدلا من إرسال الفيديوهات إليهم. أيضا اعتبر الأمر دليلا على عجز بايدن، مشككا بأن الفيديو أعيد تصويره 7 مرات. ولم يكتفي ترامب بذلك، بل شملت انتقاداته في خطابه هيلاري كلينتون أيضا، وقائلا بأنه سيجردها من لقب المحتالة لأن الشاغر أصبح ملك بايدن الآن. A pre-packaged video that took supposedly 7 takes to get it right, if right is what you want to call it. I was going to do that for you today. I'll do a little video, send it up to New Hampshire. You wouldn't have been very happy about that. I will be retiring the name Crooked from Hillary Clinton so that we can use the name for Joe Biden because he'll be known from now on as Crooked Joe Biden. بعيداً عن المزاح والسخرية بأسلوبه المعتاد، ترامب أيضاً تصدر الترندات في سياق جدي بنفس هذا الخطاب، فحذر الرئيس الأمريكي السابق من انزلاق الولايات المتحدة إلى الفوضى في حال لم يتم انتخابه، قائلاً بأن الاختيار في هذه الانتخابات هو بين القوة والضعف والسلام والحرب والأمان والفوضى. رغم أن ترامب مشاهدين في كلامه يقصد بايدن، فإن آخرين اعتبروه تلميحاً مبطناً لعودة أحداث الكابيتول. دعونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي توماس جورجسيان، أهلاً بك معنا. الظهور الأخير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع مؤيديه في تجمع انتخابي في نيو هامبشير يعني كان مثيرا للجدل إلى حد كبير. أبرز ما تناوله كان تلميحه بالفوضى في حال لم ينتخب. بداية، هل برأيك ترامب وجه تهديدا مبطنا؟ أولا يجب أن نأخذ ما يقوله ترامب في هذا التوقيت بالذات بمزيد من الاهتمام، ولكن بمزيد من الدهشة والتعجب أيضا، لأنه يخوض معركة انتخابية وخرج منها فاشلا في المرة الماضية. ولا أريد أن أجادل ما تريدون أحيانا أن تصوروا الوضع بأنه قادر على رغبة الجماهير الأمريكية وأنه يخاطب في نهاية المطاف مؤيدي، ويجب أن أكون واضحا حتى المؤيدي يتناقصون شيئا فشيئا. المؤسسات الجمهورية وتحديدا الصحف وول ستريت جورنال وتحديدا المعروف بتوجهه الجمهوري والرأسمالي وبالتحديد وهم ينتقدون بشدة بايدن، ولكن لا يرحبون أو لا يحبذون ولا يهللون لكل ما يقوله ترامب تحديدا، لأن كل ما يقوله بشكل أو آخر حتى أكون واضحا ومحددا أنها تدور حول شخصنة الموضوع، وهذا هذه هي طريقته كما نعرف من 2016. فبالتالي ما يقوله بشكل أو آخر
قد يكون صحيحا، ولكن هل هذا نوع من الحملة الانتخابية؟ لا أحد يعرف. أجب أن أقول أن أكثر من 50% من الحزب الجمهوري لا يريدون إعادة انتخاب ترامب، مثلما هناك 60 أو 70% من الحزب الديمقراطي لا يريدون إعادة انتخاب بايدن. فالعملية أكثر من مجرد ترندات، فنحن نعرف من قبل يومين الترند الأساسي الذي سيطر على كان استقالة أو الإزاحة تاكر المذيع الخاص بفوكس نيوز، وبالتالي كان هناك جدل حول هل فوكس صارت مع ترامب أو تباطأت أو لا تريد أن تكون مع ترامب بشكل أو آخر. نعم، طيب في الكلمة أمام أنصاره، يعني حذر ترامب من فوضى ستحل إن تم انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن لولاية جديدة، ما مدى واقعية هذا التصور؟ بالتأكيد كلام مبالغ فيه حتى أكون واضحا، نحن نتحدث الفوضى، لن يكون هناك فوضى بالشكل الذي يتصوره أو يتوهمه ترامب حتى أكون أكثر وضوحا يعني. فترامب كان يعرف ما حدث يوم 6 يناير حتى لا أكون موقفا سياسيا منه، ولكن في نفس الوقت الفوضى يعني الفوضى، ونحن نعرف ماذا يعني الفوضى عندما نرى الأحداث التي تدور في المنطقة وفي دول العالم. الولايات المتحدة لم تعد ولم تكون في فوضى، سواء كان الرئيس بايدن أو ترامب أو أي شخص آخر. تحديدا حتى لا أكون مبالغا في كلامي حتى أكون واضحا كمان، أن أغلب المؤسسات الأمريكية تعمل سواء كان الرئيس بايدن أو ترامب أو ديمقراطي أو جمهوري، لأن هناك دولة مؤسسات ودولة تعمل بآلياتها المختلفة، والرئيس يتم اختيار كل 4 سنوات ولن يتم مدى الحياة. نعم، طب سيد توماس، أيضا خلال هذا الخطاب يعني سخر ترامب من بايدن وأيضا أعضاء في الحزب الجمهوري مثل هيلاري كلينتون، إلى أي مدى ممكن أن يؤثر أسلوبه بعقول الناخبين؟ الناخبين الأمريكيين بشكل الناخب الأمريكي بشكل خاص، وتحديدا ما هم في الجانب الجمهوري تحديدا، كما نعرف على مدى السنوات الماضية أو حتى بعد أن أتى بايدن إلى الحكم أو إدارة البلاد، أن 30% من أنصاره من الحزب الجمهوري أو 25-30% من الحزب الجمهوري يؤيدون بالروح بالدم كما نقول في المنطقة الرئيس ترامب، سواء أخطأ أو شخصن الأمور أو قال فوضى أو ضحك أو سخر من منافسيه أو حتى منافسيه الجمهوريين، فنحن نعرف كيف يتعامل مع المنافس الجمهوري سواء كان ديسانتوس أو غيره. فبالتالي الحديث عن بعض الكلمات، ونحن نعرف أن هناك أنصار ترامب تحديدا يبتهجون ويهللون عندما يسمعون هيلاري كلينتون، يبتهجون ويهللون عندما يسمعون باراك أوباما، يبتهجون ويفعلون عندما نانسي بيلوسي، وهذه هي كما نقول هنا في الإعلام الأمريكي أو كما نقول هنا في السياسة الأمريكية يعتبر هاشتاجات لإثارة القلاقل. وأنتم تعرفون كرامة أنكم تتعاملون مع الوسائل التواصل الاجتماعي أو وسائط التواصل الاجتماعي، فهاشتاج هيلاري كلينتون له ترند، هاشتاج نانسي بيلوسي له ترند، هاشتاج أن بايدن لم يعد قادرا على إدارة البلاد له ترند. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والباحث السياسي توماس جورجسيان.